السلام عليكم طلاب طالبات وطلاب سب جروب اللي طابين خصوصا على مود يتمون عليه. انا الطالب احمد صفاء هادي، طالب مرحله ثانيه بجامعه جابر بن حيان لكلية العلوم الطبيه والصيدلانيه كليه الطب، وعضو فريق ميدلوجيك بجامعه جابر بن حيان. اليوم راح اكون وياكم لشرح ماده الفسلجه، وخصوصا ثلاث مواضيع اللي هن الكارديك سايكل، المايوكارديال انفراكشن، والاكسايتيشن كونتراكشن كوبلينج، and the function of the calcium ions in the transverse tubules. قبل لا أبدأ الشرح ملاحظة صغيرة، إنه هاي الملزمة نفسها ملزمة الدكتورة زينب، مجرد إحنا عدنا صياغتها بقالب جديد وصور توضيحية فقط. فالطالب إذا يريد يقرأ على ملزمتنا اللي موجودة بقناة فريق ميدلوجيك على التليجرام، أو يقرأ على ملزمة الدكتورة زينب اللي هي دزتها لنا، راح ما يكون أي فرق بالشرح أبداً. وهاي هي الملاحظة، بس ملاحظة بسيطة ذكرتها، أسباب قانونية. والأوبجكتيفز مالت الأوبجكتيفز مالت هذا الشرح، إن شاء الله ورا ما راح يخلص هذا الشرح الطالب راح يكون فاهم المواضيع ثلاثة بشكل شامل، وراح يفتهم جميع المصطلحات اللي ممكن تكون مبهمة للطالب اللي يشوف الشرح الأول مرة. وكذلك راح تفتهمون إن شاء الله جميع الدايجرامات اللي موجودة بالملزمة بكافة تفاصيل الحين، واللي إن شاء الله راح يسهل لكم الفهم وحفظ هاي الملزمة بشكل كامل. فبسم الله نبدأ بالشرح. ابتداء من الـ excitation contraction coupling and the function of calcium ions in the transverse tubules. ملاحظة صغيرة، transverse tubules هواي طلاب ما سامعين بها قبل، فبس خلي أعرف الـ transverse tubules. transverse tubules هن invagination بالـ sarcolemma، المسل ممبرين اوف ذا سيل ممبرين اوف ذا مسل سيل. هن انعواجات موجودات بداخل الخليه، الغشاء مالت الخليه العضليه. هاي الترانسفيرس تيوبلز موجود بيهن تركيز عالي من الكالسيوم وقنوات تدخل هذا الكالسيوم للخليه، اللي هن الالت تايب كالسيوم شانلز، اللي هنا فولتج ديبندنت، يعتمد على الفولتج على الفولتيه، بس يجي هنا اعاز من الاكشن بوتنشال راح ينفتحن ويسبب لنا دخول الكالسيوم. ندخل الموضوع بشكل ادق بالشرح على الدايجرام بعدين، بس حبيت انه اذكر الترانسفيرس تيوبلز لان كثير من الطلاب ما يعرفونه يعني بشكل عام. نبدي باول تعريف اللي هو تعريف بشكل عام. The term excitation contraction coupling refers to the mechanism whereby the action potential causes the myofibrils of a muscle to contract. The action potential then spreads to the interior of the cardiac muscle fiber along the membrane of the transverse tubules. المصطلح excitation contraction coupling، اقتران الإثارة بالتقلص، يشير إلى الميكانيكية اللي من خلالها الاكشن بوتنشال جهد الفعل راح يسبب لنا الألياف العضلية للتقلص. هذا جهد الفعل راح ينتشر الى داخل الخليه من خلال الاغشيه مالت الترانسفيرس تيوبلز ويسبب لنا الكاردييك مسل فايبر للكونتراكشن. ورا التعريف راح يكون عندنا سبع نقاط راح يشرح لنا الموضوع بشكل مفصل، راح ارجع لهن ورا ما ابدا الشرح واكمله على هذا الدايجرام. هذا الدايجرام يشمل لنا كل شيء بالموضوع، ابتداء من الكونتراكشن الى الريلاكسيشن، وايضا راح اشرح على هاي الصور المايكرو بارت اوف ذا بروسيس. والنوب نرجع على السبع نقاط، وان شاء الله ورا ما تفتهمون الشرح على الدايجرام راح يكون حفظهم سهل بشكل كبير. فمثل ما قلت راح ابدي الشرح على هذا الدايجرام، وبعدين انزل الصور على مود اوضح لكم المايكرو part of the process contraction شلون راح يصير عن طريق الالياف بعد ما اخلص الكونتراكشن والنوبر اوصل له والنوبر جاء للريلاكسيشن. فهنا مثل ما نشوف التي تيوبلز موجودات هنا والاكشن بوتنشال موجودات هنا. خلينا نحكي شوي عن التي تيوبلز. مثل ما قلت بالبدايه انه التي تيوبلز هي انفاجينيشن بالممبرين مالت المسل. فهذا الانفاجينيشن مثل ما تشوفوا قبالكم بتركيز عالي من الشانلز كالسيوم شانلز، مثل ما مذكور هنا الالت تايب كالسيوم شانلز. الالت تايب هن فولتج ديبندنت، يعتمدن على الفولتيه، فبس يجيهن الاكشن بوتنشال راح ينفتحن ويخلي لنا كميات من الكالسيوم تدخل.
زين هذا الكالسيوم منين راح يجي؟ التي تيوبلز راح يكون بيها كميات من الميوكو بوليساكرايز، متعددات السكريات المخاطيه. هاي الميوكو بوليساكرايز الكهربائيه مالتها سلبيه، فراح تربط لنا عدد كبير من الكالسيوم وتوفر لنا اياه بالتي تيوبلز، مستعد انه يدخل الخليه بس تنفتح الالت تايب كالسيوم شانل. فهنا يجينا الكالسيوم من الميوكو بوليساكرايز. فنرجع للخطوه الاولى، راح يكون بالاكشن بوتنشال. هذا الاكشن بوتنشال راح يتحرك عن طريق الممبرين، عن طريق الغشاء مالت الخليه، يوصل لنا للالت تايب كالسيوم شانل اللي هي فولتج ديبندنت، راح يفتح لنا اياها لان هو فولت هي الاكشن بوتنشال، وراح يسبب لنا دخول الكالسيوم الى داخل الخليه. دخول هذا الكالسيوم الى داخل الخليه راح يسبب لنا تفاعل ثاني. هذا التفاعل يتمثل فتح الرايونادين ريسبتورز اللي هن شانلز موجودات، قنوات موجودات على الساركوبلازم كريتيكولم. الساركوبلازم كريتيكولم بالخليه العضليه وظيفته الاساسيه هي تكون مخزن للكالسيوم. فبس تنفتح الرايونادين ريسبتورز راح يبدا يخرج الكالسيوم ويترسل لنا الخليه بتركيز عالي من الكالسيوم. فهسه هنا وصلنا، الكالسيوم دخل من خلال الالت تايب كالسيوم شانل من التي تيوبلز وطلع عنا من الساركوبلازم كريتيكولم وصار تركيزه عالي بالسيتوبلازما. فهنا الكالسيوم راح يرتبط بالتروبونين ويسبب لنا الكروس بريدجينج بين المايوسين والاكتين. الكروس بريدجينج هذا شلون راح يصير؟ راح اوضح لكم اياه على الصورة اللي جوا. هنا مثل ما كلنا نعرف انه المسل يتكون من two portions اللي هن الثيك فيلمنت والثين فيلمنت. الثيك فيلمنت مثل ما كلنا نعرف يتكون من المايوسين، المايوسين بي مايوسين هيدز اللي هن ذا النواياهن، والثين فيلمنت متكون من ثلاث مكونات اللي هن تروبونين الاكتين والتروبومايوسين. الاكتين هذا الاخضر، التروبومايوسين هذا الاصفر اللي يمشي من خلاله، والتروبونين هو هذا الكريات الصفر. التروبونين هو كومبلكس من ثلاث اجزاء. هذا الكومبلكس بثلاث اجزاء اللي هن التروبونين اي، التروبونين تي، والتروبونين سي. المهم عندنا هنا هو التروبونين سي. التروبونين سي عنده افينيتي او قابليه للارتباط ويا الكالسيوم، فمن يجي الكالسيوم من الخليه راح يرتبط بالتروبونين سي وراح يسبب لنا تفاعل. هذا التفاعل شنو؟ هذا التفاعل راح يسبب لنا الكروس بريدجينج بين الاكتين والمايوسين. النظريه السائره حاليا انه يقول لك انه التروبومايوسين مثل ما تشوفون هنا بحالته الطبيعيه غالق المايوسين سايتس، مايوسين بايندينج سايتس، فبالتالي اذا يريد يربط المايوسين بالاكتين ما راح يقدر، لازم يتحرك التروبومايوسين. فايش راح يصير؟ التروبونين سي راح يرتبط بالكالسيوم ويسبب لنا التحرك مالت راح يسبب لنا التحرك مالت التروبومايوسين بعيدا عن البايندينج سايت مالت المايوسين. فمن راح يتحرك؟ راح يرتبط المايوسين هيدز بالاكتين ويسبب لنا الكروس بريدجينج السلايدنج مالت المايوسين على الاكتين. مثل ما نشوف هنا هاي الاكتين بايندينج سايتس بالمايوسين والهاي الاي تي بي بايندينج سايتس، لان السلايدنج يحتاج لاي تي بي، يرتبط الاي تي بي والنوبل اكتين يرتبط بالمايوسين ويتحرك. وهاي المايكرو الجزء الصغير او الدقيق من هاي العمليه. هسه نرجع لي فوق، the relaxation. بس مثل ما قلنا الكالسيوم راح signaling the contraction مالت المسل اللي هو السلايدنج مالت المايوسين على الاكتين والكروس بريدجينج بروسس. فهسه من خلاص الكونتراكشن مالت العضله شلون راح يخلص؟ ما راح يخلص اذا الكالسيوم تركيزه كلش عالي بالخليه، فراح نحتاج الى طرق انه نتخلص من الكالسيوم اللي بالخليه حاليا، اللي هن حيكون عن طريقين. الكالسيوم اللي انطلق من الساركوبلازميك ريتيكولوم راح يرجع للساركوبلازميك ريتيكولوم عن طريق الاي تي اي تي بي سيركه، اي تي بي ديبندنت سيركه. السيركه هو اختصار الساركو اندوبلازميك ريتيكولوم كالسيوم اي تي بي ايز، اللي هو مجرد فانسي تيرم معناه انه هي قنوات دخل الكالسيوم عن طريق الاي تي بي. فالاي تي بي راح يجي يفعل لنا السيركه ويمتص لنا الكالسيوم يرجع للساركوبلازميك ريتيكولوم. فهسه هنا راح نتخلص من الكالسيوم الموجود بالخليه اللي دخل عن طريق
عن طريق الرايونودين ريسبتورز، بس بقى عندنا الكالسيوم اللي دخل عن طريق التيوبولز اللي هو كميته مو ضئيله باي معاني، فبالتالي هم نحتاج نتخلص من عنده. فهذا الكالسيوم راح يجينا هنا ويطلع عن طريق الكالسيوم صوديوم اكسشينجرز، متبادلات الكالسيوم بالصوديوم، راح يطلع لنا الكالسيوم اللي برا ويدخل لنا الصوديوم اللي جوا. هاي العمليه ما راح تحتاج اي تي بي، هاي شانل مجرد اكسشينجر. نوب الصوديوم دخل بداخل الخليه هم راح نحتاج نتخلص من عده، فراح يطلع لنا الصوديوم للخارج ويدخل لنا البوتاسيوم عن طريق الصوديوم بوتاسيوم اي تي بي ديبندنت اكسشينجر، اللي هاي تعتمد على الاي تي بي، تحتاج اي تي بي يلا تنفذ لنا هاي العمليه. اكو هم قناة ثالثة ما مذكورة هنا، خلينا نقول مثلا هي هاي، يسموها الكالسيوم بامب. الكالسيوم بامب يحتاج اي تي بي على مود يدخلنا كالسيوم بدون ما يدخل اي شيء لداخل الخلية. ما اعرف اذا هاي المعلومة مذكورة بالملزمة او لا، بس هي موجودة علميا يعني قريت عنها. يعني هسه طلعنا الكالسيوم خارج الخلية، انخزن من جديد بالساركوبلازميك ريتيكولم ورجعت الخلية طبيعية، والنوب راح ننتظر لحد ما يجينا potential action potential ثاني ويبدي لنا البروسس من جديد. فهسه خلصت عند الدايجرام، نرجع على النقاط ونمشي بيهن واحدة واحدة وان شاء الله يكون فهمهن سهل. الخطوة الأولى T-tubules action potential then act on the membrane of the longitudinal sarcoplasmic tubules to cause the release of calcium ions into the muscle sarcoplasm from the sarcoplasmic reticulum. هنا يقول لك انه الـ action potential جهد الفعل اللي ناتج من الـ T-tubule اللي هي transverse T-tubule راح يأثر لنا على الغشاء مالت الـ longitudinal sarcoplasmic tubules ويسبب لنا اطلاق الكالسيوم الى الـ cytoplasm العضلي من خلال اطلاق الكالسيوم من السيركوبلازميك ريتيكولم. السيركوبلازميك ريتيكولم الاندوبلازميك ريتيكولم العضلي. الخطوه الثانيه in another few thousands of a second these calcium ions diffuse into the myofibrils and catalyze a chemical reaction that promotes sliding and actin and myosin filaments along one another which produce the muscle contraction. بعد أجزاء من الألف من الثانية هاي الكالسيوم أيونز راح ينتشر إلى داخل الألياف العضلية ويسهل لنا عمليات كيميائية اللي راح تسبب لنا الانزلاق مالت الأكتين على المايوسين. مثل ما قلت لكم الكالسيوم راح يرتبط بالتروبونين سي ويسبب لنا العملية مالت الكونتراكشن والكروس بريدجينج، واللي راح ينتج لنا contraction muscle contraction تقلص العضلات. هسه هنا ذن النقطتين يعني وضح كل شيء موجود بهذا النقاط الباقية بشكل ملخص. هسه ذن النقاط الباقية راح يوضح لك هي بشكل أعمق شوية. فهسه مثل ما قلت قبل شوية calcium ions diffuse into the sarcoplasm from the T-tubules at the time of the action potential which opens the voltage dependent calcium channels in the membrane of the T-tubules. الكالسيوم راح يدخل لنا السيتوبلازم عن طريق الجهد مالت الفعل اللي راح يفتح لنا الال تايب channels القنوات المعتمدة على الفولتية اللي موجودة بالT-tubules. Calcium entering the cell then activates calcium release channels also called rhinodine receptor channels in the sarcoplasmic reticular membrane triggering the release of calcium into the sarcoplasm. الكالسيوم اللي راح يدخل الخلية راح يفعل لنا قنوات ثانية اللي هن rhinodine receptors مثل ما ذكرنا على الدايجرام اللي موجودات بالسيركوبلازميك ريتيكولوم، وراح يسبب لنا الاطلاق مالت الكالسيوم للساركوبلازم سيتوبلازم مالت الخلية العضلية. النقطة الرابعة calcium ions in the sarcoplasm then interact with the troponin to initiate cross bridging formation and contraction. الكالسيوم راح يرتبط لنا بالتروبونين تحديدا ما مذكور هنا بس هو التروبونين سي، واللي راح يبدأ لنا عملية الكروس بريدجينج وانزلاق الأكتين على المايوسين، واللي
ويسبب لنا التقلص مالت العضلة. Without the calcium from the tubules, the strength of the cardiac muscle contraction would be reduced considerably because the sarcoplasmic reticulum of a cardiac muscle is less well developed than that of skeletal muscle and does not store enough calcium to provide full contraction. هنا ببساطة يقول لك إنه السarcoplasmic reticulum, الإندوبلازميك reticulum مالت الخلية العضلية ما متطور بكفاية على مود يخزن لنا كميات كبيرة من الكالسيوم. مثل ما موجود بالسكيلتال مصل. فبالتالي لازم يعوض عن هذا الشيء. شلون راح يعوض عن هذا الشيء؟ عن طريق التيوتيوبلز ملات اللي هن حيكون 5 مرات أكبر من التيوتيوبلز الموجودات بالسكيلتال مصل. فهن 5 مرات أكبر, فبالتالي الحجم اللي قدرنا يدخلنا من الكالسيوم هو راح يكون 25 مرة أكبر. فبالتالي من دون الكالسيوم اللي راح يدخل عن التيوتيوبل من خلال التيوتيوبلز راح الكونتراكشن التقلص مالت العضلة حيكون بنقص كبير. 5. The tubules of cardiac muscle, however, have a diameter of 5 times as great as the skeletal muscle tubules, which means volume 25 times as great. مثل ما قلت قبل شوية, tubules هنا 5 مرات أكبر بالcardiac muscle, فراح يكون الحجم اللي يضخنا 25 مرة أعظم, 25 مرة أعظم من الحجم اللي يضخ skeletal muscle tubules. 6. Also inside the tubules is a large quantity of mucopolysaccharides that are electronegatively charged and provide an abundant store of calcium ions, keeping them available for diffusion into the interior of the cardiac muscle fiber when a tubule action potential appears. مثل ما ذكرت على الشرح بالديagram قبل شوية, إنه بالتيوبولز أكو كميات كبيرة من mucopolysaccharides, متعددات السكريات المخاطية, اللي راح يرتبط لنا بأعداد كبيرة من الكالسيوم, لأن الكهربائية مالته سالبة, الكالسيوم الشحنة الكهربائية مالته موجبة, فراح يرتبط به. فهاي المتعددات السكريات المخاطية راح توفر لنا كميات كبيرة من الكالسيوم أيونز موجودة بحال وصول جهد فعل من التيوبولز وتدخله لداخل الخلية. 7. The strength of contraction of cardiac muscle depends to a great extent on the concentration of calcium ions in the extracellular fluids. القوة مالت الانقباض مالت العضلات القلبية يعتمد الجانب كبير على التركيز مالت الايونات الكالسيوم اللي موجودة بال extracellular fluids خارج الخلية. At the end of the plateau of the cardiac action potential, the influx of calcium ions to the interior of muscle fiber is suddenly cut off, and the calcium ions in the sarcoplasm are rapidly pumped back out of the muscle fibers into the sarcoplasmic reticulum and tubules extracellular fluid space. As a result, the contraction ceases until a new action potential comes along. فمثل ما قلت بنهاية المطاف, الجريان مالت الكالسيوم ايونز داخل الخلية راح ينقطع فجأة, والكالسيوم اللي موجود بالخلية راح يرجع للسيركوبلازميك ريتيكولوم أو يضخوه خارج الخلية عن طريق الصوديوم كالسيوم اكسشينجرز والصوديوم صوديوم بوتاسيوم اكسشينجرز وعن طريق الكالسيوم بامس. وهذا هو, هذا كل شيء متعلق بالإكسايتيشن كونتراكشن كابلينج والفنكشن مالت الكالسيوم ايونز ان ذا ترانسفيرس تيوبولز. بعد ما خلص البارت الاول من اللكتشر اللي هو الكونتراكشن اكسايتيشن كونتراكشن كابلينج والرول مالت الكالسيوم والتيوبولز, راح نبدا بالبارت الثاني اللي هو الكاردييك سايكل. تعرف الكاردييك سايكل شنو؟ الكاردييك سايكل is the cardiac events that occur from the beginning of one heartbeat to the beginning of the next and are called the cardiac cycle. هي الاحداث اللي تحصل بين بدايه نبضه قلبيه وبدايه النبضه القلبيه التاليه, الاحداث اللي بين هذين الحدثين راح يسموهن الكارديك سايكل او الدوره القلبيه. بدايه الكارديك سايكل شنو؟ كل بدايه الدوره القلبيه راح تكون بالانيشيشن مالت الاكشن بوتنشال, جهد فعل راح ينطلق من الساينس نود, ينتقل اللي موجوده بال superior lateral wall of the right atrium بالجدار العلوي الجانبي للاذين اليمين, وراح ينتقل لنا النوب للاذينين
والنوب من خلال الأذينين راح يروح للـ AV bundle اللي هي extension للـ atrioventricular node، والنوب ينتقل لنا للventricles. بسبب هذا الترتيب انه الشحنة راح تنتقل اول شيء للاتريومز والنوب للـ AV bundle، والنوب يلا للventricles راح يكون تأخير بينات اللي هو 0.1 ثانية أسرع يوصل الشحنة للاتريوم قبل الventricles. بسبب هذا التأخير راح يكون هناك تأخير بالتقلص مالت الventricles، فالاتريوم اول شيء يتقلصن، والنوب يلا يتقلصن الventricles. فالاشياء يتقلصن راح يسوي لك pumping للبلاد للventricles، والنوب يؤدن دوره للventricles اللي يسببن ضغط قوي للدم لبقية أعضاء الجسم. مثل ما نشوف هنا each cycle is initiated by the spontaneous generation of an action potential in the sinus node. بالsinus node this node is located in the superior lateral wall of the right atrium near the opening of the superior vena cava. The action potential travels from here rapidly through the both atria and then through the AV bundle and to the ventricles. Because of this special arrangement of the conducting system from the atria to the ventricles, there is a delay of more than 0.1 second during the passage of the cardiac impulse from the atria to ventricles. تأخير 0.1 ثانية بالنقل مالت الشحنة القلبية. The delay allows the atria to contract ahead of ventricular contraction, thereby pumping blood into the ventricles before the strong ventricular contraction begins. Thus, the atria act as primer pumps for ventricles, and the ventricles in turn provide the major source of power of moving blood through the body's vascular system. فالاتريا يكون دورهن كمضخات ابتدائية يضخن الدم للventricles، والنوب تستلم ventricles الدور ويدفع الدم بشكل أساسي لبقية أعضاء الجسم، لأن مثل ما كنا نعرف القوة العضلية مالت الventricles أقوى بأضعافها من الاتريا. هاي البداية. الجزء الثاني من ال cardiac cycle هو relationship of the electrocardiogram to the cardiac cycle، العلاقة بين التخطيط الكهربائي للقلب والكارديك سايكل الدورة القلبية. مثل ما كنا نعرف الإلكتروكارديوغرام يظهر لنا خمس أنواع من الويفز اللي هن البيو البي الكيو ار اس والتي. البي مثل لنا الديبولاريزيشن مالت الاتريا، الكيو ار اس كومبلكس مثل لنا الديبولاريزيشن مالت الفنتريكلز، والتي ويف مثل لنا الريبولاريزيشن مالت الفنتريكلز. These are electrical voltages generated by the heart and recorded by the electrocardiogram from the surface of the body. هذا كلهن شحنات كهربائية راح ينتجهن القلب وتقدر تسجلهن بالتخطيط الكهربائي. هنا راح يذكرهن كل ويف وبشكل تفصيلي أكثر من ما مذكور فوق. فبالبداية ذاكر لك البي ويف is caused by the spread of depolarization through the atria and is followed by the atrial contraction. راح يسبب لك بإنهاء الاستقطابية مالت الأذينين، والنوب يتبع لك التقلص مالت الأذينين، اللي هذا راح يسبب لنا ارتفاع قليل بالضغط مالت الاتريا اللي موجود بالإلكتروكارديوغرافيك بي ويف. وراها ب 0.16 ثانية راح تلاحظ ارتفاع بالضغط مالت الاتريا الكيو ار اس كومبلكس او الكيو ار اس ويفز اللي ظهرا مثل ما قلت فوق as a result of electrical depolarization of the ventricles، انهاء استقطابية الventricles واللي حيسبب لنا التقلص مالت الventricles وارتفاع الضغط مالت الventricles. لذلك ال QRS complex راح نشوف هن يبدن بوقت قليل قبل بداية مالت الventricular systole. ننتقل للأخير ويف اللي هي ال T wave الventricular T wave اللي تمثل لنا stage of repolarization of ventricles when the ventricular muscle fibers begin to relax. Therefore, the T wave occurs slightly before the end of ventricular contraction. ال T wave تمثل لنا ال repolarization إعادة استقطاب الventricles اللي راح يسبب لنا الاسترخاء مالت العضلات. لذلك راح نشوفها إنه هي راح تبدي قبل النهاية مالت التقلص بقليل، فينهي لنا التقلص ويبدي الاسترخاء مالت العضلات. ومثل ما نشوف في هذا الدايجرام راح تظهر لنا الـ P wave الـ depolarization مالت الـ atria اللي راح يبدي لنا قبل بداية الـ atrial systole بقليل. راح نشوف الـ QRS complex اللي حيبدي 0.16 ثانية قبل بداية الـ ventricular systole، والـ T wave
اللي هي تمثل repolarization مالت الventricles حيبدي قبل النهاية مالت الventricular systole اللي هو الventricular contraction، وهاي الأحداث كلها راح تمثل لنا one cardiac cycle. ورا ما خلصنا من الالكتروكارديوغرام راح نوصل لهذا الدياجرام اللي يمثل لنا الخطوات مالت الكارديك سايكل، ابتداء بالاتريال كونتراكشن. الاتريال كونتراكشن راح يتقلص عن الاتريا، يدخلنا 20-30% من الدم الموجود الى الفينتريكلز، 70-80% الباقيه نزل انسيابيا من دون التقلص مالت الاتريا. وهذا الاتريال سيستولي. من راح تخلص الاتريال سيستولي راح يبدي لنا الventricular systole. الventricular systole مقسوم إلى جزئين، isovolumetric contraction والventricular ejection. بالisovolumetric contraction راح يكون هنالك contraction، تقلص العضلات الventricles، بس ما راح يكون أي دم ينضخ للأيورتا والpulmonary arteries لأن السيميلونار فالز بعد ما مفتوحات. بينما بالventricular ejection راح يرتفع الضغط بالventricles، يرتفع النسبة عالية بحيث ينفتح السيميلونار فالفز والدم ينطلق بالبولموناري ارتريز وبالايورتا، فهنا راح يخلص الفنتريكولر سيستولي. والنو بيبدي لنا الفنتريكولر دايستولي. بالفنتريكولر دايستولي راح يكون ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن. فنتريكولر دايستولي اورلي راح يكون العضلات مالت ال الventricles مسترخية، بس ماكو أي دم دا يدخل لأن الضغط مالت الأتريا بعد ما وصل لدرجة عالية بحيث يفتح لنا ال AV valves لحد ما يصعد ويكون أعلى من الventricles الضغط مالت الأتريا، وراح يفتح لنا ال AV valves ويدخلنا الدم من الأتريا للventricles. هنا هذا الventricular filling راح يكون قبل الأتريال contraction، فبالتالي ماكو اي تقلص العضلات الاتريا، بس الاي في فولفز مفتوحات، الترايكوسب والميترال فولفز مفتوحات، فراح ينزل الدم بانسيابيه. ومثل ما قلت قبل شويه راح يدرس لنا 70-80% من الطاقه الاستيعابيه مالت الفنتريكلز، وال20 و30% الباقي راح يدرس لنا اياهن بالاتريال كونتراكشن. ورا ما خلص الدايجرام اللي يوضح لنا الخطوات مالت الكاردييك سايكل راح نوصل الدايجرام يوضح لنا البريشر، الفونوكارديوغرام، الالكتروكارديوغرام والventricular volume. الدكتورة قالت هذا الدايجرام شوية معقد، بس راح أحاول أشرح لكم إياه with the best of my abilities، راح أحاول أوصل الفكرة قدر استطاعي. راح أقسمه لأربع أجزاء: للpressure cardio pressure diagram، الventricular volume، الالكتروكارديوغرام والفونوكارديوغرام. بس تفهمون هذا الدايجرام راح يوصل لكم الفكرة مالت الموضوع كله. فاحنا احنا بادينا اول شيء بال AV valve closes. من راح ينغلق ال AV valve بسبب انه البريشر مالت الاتريا راح يكون انصى من البريشر مالت الventricles، فبالتالي ال AV valves راح ينسدن. ورا ما ينسدن ال AV valves راح يصير systole مالت الventricles، راح يتقلصن الventricles ويسببن ارتفاع بالضغط مالت الventricles. بالperiod مالت الisovolumetric contraction راح يكون اكو تقلص للventricles بدون اي ضخ للدم خارج الventricles الى pulmonary arteries والأيورتا، لحد ما يوصل الضغط مالت الventricles الى 80. الليفت فنتريكل هنا نحكي، بس الليفت فنتريكل يوصل الضغط مالته الى 80 مليمتر ميركوري، ويعبر لنا الضغط مالت الايورتا، راح ينفتحن الايورتيك فالف ويدخلنا الدم بالبيريد مالت الايجكشن، فراح يدخلنا الدم هنا للايورتا ويبدي ينخفض البريشر لحد ما يوصل تحت البريشر مالت الايورتيك وينسد الايورتيك فولف. وهاي البيريد مثل ما ذكرنا فوق اللي هي الايزوفوليومك ريلاكسيشن، هنا الضغط راح ينزل بس بعد ما نازل بشكل كامل على مود ينفتح عن الاي في فولفز، فلحد ما ينزل تحت مستوى الاتريال بريشر ما راح يكون هناك اي ضغط للدم من الاتريا للفنتريكلز. فانه من راح ينزل البريشر مالت الفنتريكلز تحت البريشر مالت الاتريا
راح يبدي rapid inflow phase. هنا الدم راح يبدي ينزل انسيابيا بدون أي ضخ من ال atrial contraction، مجرد الجاذبية تسوي شغلها والدم ينزل بطاقة استيعابية 70-80% من الventricles إلى الventricles، والنوب راح يتبعنا الفيسز اللي هي الدايستاسيس. الدايستاسيس هي الفترة اللي ورا الرابيد انفلو. هنا راح يكون اكو دم دا ينزل للفنتريكلز بس مو مثل بداية الفتح مالت الاي في فولف، راح يكون قليل نسبيا. ورا ما يخلص الدايستاسيس راح يكون هنالك الاتريال سيستولي، هنا راح يتقلصن الاتريا ويدخلنا الدم الباقي الموجود بالاتريال الفنتريكلز اللي يمثل 20-30% من الطاقة الاستيعابية، والنوب ورا ما يضخ راح ينزل الضغط مالت الاتريا يوصل هنا، راح يوصل يكون اقل من البريشر مالت الفنتريكلز، فبالتالي ينسد الاي في فولف وتبدا السايكل من جديد بالبريشر. وهسه هنا راح اوضحها من جديد بس على الفنتريكولر فوليوم. الفنتريكولر فوليوم مثل ما نشوف راح ابدي هنا بالايزو فوليومك ريلاكسيشن. بداية الكاردييك سايكل راح يكون الفوليوم مالت الفنتريكولز اللي هو موجود بيه بكل الاوقات هو 50 ملليلتر، فهاي 50 ملليلتر موجودة بالفنتريكولز بكل الاحوال. انه من ينفتح الاي في فولف راح يصعد الى حوالي 120 هيتش ملليلتر، والنوب يدخل الفترة مالت الدايستاسيس اللي ما راح يكون بارتفاع كثير لحد ما يصير contraction للأتريز، وراح يترسلنا يا لحد 130 ملليلتر أو كذلك. والنوب هنا مثل ما نشوف بالبيريد مالت الايزوفوليومك contraction راح يكون الفوليوم مالت البلود ثابت بالventricles، فأكو contraction بس الفوليوم مالت البلود ثابت لحد ما يفتح السيمي لونر فولف اللي هو الايورتيك فولف، وينزل لنا الفوليوم مالت الفنتريكلز 50 ملليلتر، ويبدي لنا السايكل من جديد ويعيده بالنكست سايكل. اما الالكتروكارديوغرام فهي مثل ما قلنا فوق اكو بي كيو ار اس كومبلكس وتي ويف. البي ويف يمثل لنا الديبولاريزيشن مالت الاتريا، ال QRS complex يمثل لنا ال depolarization مالت الventricles، وال T wave يمثل لنا repolarization مالت الventricles. إذا تتبع كل واحد ويا ال pressure أو ال ventricular volume راح تشوف إنه ال P راح يكون ويا ال contraction مالت الاتريال، QRS راح يكون ويا ال contraction مالت الventricles، وال T wave راح يكون ويا ال relaxation مالت الventricles. أخير part من هذا الدايجرام اللي هو الفونوكارديوغرام، مثل ما درسنا بالمختبر مالت الفسلجة انه هناك 3 اصوات للقلب، first sound second sound and third sound مثل ما وضحت هنا. ال first sound ينتج لنا من الانغلاق مالت ال AV valves التريكوسب والميترال، فمثل ما نشوف هنا ال AV valve هنا راح ينسد، وراها بقليل كلش راح نسمع الفيرست ساوند اللي هو السناب شوت مالت الميترال والتريكوست فولفز. السكند ساوند يمثل لنا الانغلاق مالت السيميلونر فولفز، فمثل ما نشوف هنا الايورتيك فولف كلوزز، تتبع جوالي شويه وراح تشوفه انه وراها بقليل جدا راح تسمع السكند ساوند. اما الثيرد ساوند اللي هو المفلد ساوند راح يكون الفيلنج رابيد انفلو مالت البلود للفنتريكلز، فراح يكون مفلد ساوند موجود بالدايستاسيس والرابيد فلو. وهذا كل شيء يتعلق بهذا الفيجر، ان شاء الله افتهمتوا عليه. وراح ابدي بالكلاميات مالت الفيزز مالت الكارديك سايكل. فبعد ما خلصنا من التو دايجرامز راح نبدي بالفيزز اوف كارديك سايكل، مراحل الدوره القلبيه، atrial systole and diastole and noble ventricle systole and diastole. فأول شيء عندنا atrial systole والdiastole، هسه راح يبدأ بالsystole يحكي لنا عنه شوية، والنوب
يرجع لنا يحكي لنا بالدايستولي، لان اسيوس السول دايستولي ما مقسم كل واحد منهم الفيزات مثل ما راح نشوف بالفنتريكلز. الفنتريكلز راح يكون مقسومات، كل واحد الفيزين مو يعني جزء واحد ويكمل لنا اياه حكي بساعه. فبالبداية الـ contraction of the atria follows the polarization represented by the P wave of the ECG. الـ contraction مالت الـ atria راح يكون ورا الـ depolarization، انها الاستقطاب اللي راح يصير له، اللي بيمن يتمثل بالـ ECG الـ electrocardiograph بالـ P wave مثل ما حكينا على الـ ECG. As the atria muscles contract from the superior portion of the atria toward the atrioventricular septum, pressure rises within the atria and blood is pumped into the ventricles through the open atrioventricular tricuspid, mitral or bicuspid valves. فالتقلص مالت الاتريال muscles راح يكون من الجزء العلوي، وانه بينزل باتجاه الاتريوventricular septum الحاجب الاذين البطيني، وانه لان تقلص اكيد ايش راح يصير؟ راح يصير ارتفاع بالضغط. هذا الارتفاع بالضغط راح يرتفع لحد ما يوصل درجة تكون أعلى من الضغط مالت الventricles، ويسبب منه الانفتاح مالت الاتريوventricular valves اللي هن التricuspid والmitral or bicuspid valve. At the start of the atrial systole, the ventricles are normally filled with approximately 70-80% of their capacity due to the inflow of during diastole. فبداية الاتريال systole ذكرته واي فوق وعلى الدايجرام اللي يشرح الخطوات مالت الكارديك سايكل على القلب. قبل الاتريال سيستولي 70-80% من الكاباسيتي مالت الفنتريكلز راح تكون متروسه، مجرد انه الجاذبيه حسوا شغلها تنفتح الاي في فولف وقبل ينزل الدم بعده بدون اي كونتراكشن للاتريا. The atrial contraction, then, also referred to as the atrial kick, contributes to the remaining 20-30% of filling. بعدين يلا ورا ما ينتر 70-80% من الventricles يلا راح يجينا atrial contraction اللي حيكون يتسمى atrial kick. Contributes to the remaining 20-30%. يساهم لنا بالعشرين إلى 30% الباقية من السعة مالت الventricles. Ventricular systole. Period of isovolumic or isometric contraction. هسه راح نبدأ بالventricular systole والنوبرال ventricular diastole. مثل ما قلت الventricular systole حيكون مقسم إلى two phases اللي هي period of isovolumic or isometric contraction اللي هي راح يكون بها contraction بس ما راح يكون هنالك أي تغير كمية الدم الموجودات بالventricles، والنوب راح يجينا ejection period ونشوفها بعدين. Immediately after ventricular contraction begins, the ventricular pressure rises abruptly, causing the AV valves to closes. تماما ورا ما راح يكون هنالك الانقباض للventricular muscle، الضغط راح يبدي يصعد اكيد، فراح يسد لنا ال AV valves، فراح يجي الدم ينقبض الventricles راح يسد لنا ال AV valves اللي هن البايكسب والترايكسب، وبعد ما يبقى اي مكان ممكن الدم يتحرك له. Therefore, during this period, contraction is occurring in the ventricles, but no emptying occurs. فبالتالي الـ AV valves must do that. الـ semilunar valves must do that. إيش راح يصير؟ فالضغط راح يظل يصعد بدون أي ضخ للدم. This period is called the period of isovolumic or isometric contraction, meaning that the cardiac muscle tension is increasing, but little to no shortening of the muscle fiber is occurring. فيقول لك هنا إنه الـ stress والضغط اللي على الـ muscles يزداد ويرتفع، بس ماكو أي اقتصار بالفايبرز مالت العضلات. ونبدأ بالفيز الثاني مالت الventricular systole اللي هو الـ period مالت الاجكشن. When the left ventricular pressure rises slightly above 80 millimeter mercury and the right ventricular pressure rises slightly above 8 millimeter mercury. مثل ما كلنا نعرف ان left side of the heart is a high pressure system، يشتغل بالهاي بريشر، بينما الرايت ventricular راح يكون لو بريشر. فمن يوصل الليفت ventricular بريشر لحوالي 80 مليمتر مركوري والرايت ventricular 8 مليمتر مركوري، هنا راح يتجاوزن الضغط اللي موجود بالبولمونري ارتري والايورتا. من راح يتجاوزن الضغط مالت الجانب الثاني الدم، الضغط مالت الدم على الجانب الثاني، راح يسبب لنا الانفتاح مالت السيميلونر فولفز. The ventricular pressure pushes the semilunar valves open، راح يفتح لنا السيميلونر فولفز.
Immediately, the blood is ejected out of the ventricles into the aorta and the pulmonary artery. تماما وراء الانفتاح مالت السيميلو نيرفوز الدم راح يبدي ينضخ لنا لل pulmonary artery والأورتا. هسه نوصل للventricular diastole. الventricular diastole مثل ما قلت هم راح يكون تقريبا فيزين. أول فيز period of isovolumic or isometric relaxation. الايزوفوليومك والايزو ريلاكسيشن والكونتراكشن اثنين موضحات على الدايجرام اللي كان مقسم الى اربع اجزاء بالجزء بالخط الازرق اللي كان يشرح لنا الفوليوم مالت الفنتريكلز. راح تشوفون بهن الكميه مالت الفوليوم ثابته تماما وانه وراها يلا راح يبدي ينترس او ينخفض من جديد. The early phase of ventricular diastole is called isovolumic ventricular relaxation phase, also called the isovolumetric ventricular relaxation phase. بداية ال ventricular diastole هاي المرحلة راح نسميها the period of isovolumic relaxation. ليش؟ لأن ما راح يكون هنالك أي ضخ للدم من الأتريا للventricles، فما راح يكون أي اختلاف بالكمية مالت الدم الموجودة بالventricles. اللي هي الـ end-systolic volume اللي هي 50 مليلتر راح تكون نفسيتها. In the second phase of ventricular diastole called the late ventricular diastole, as the ventricular muscles relaxes, pressure on the blood within the ventricles drops even further. بالـ second phase مالت ventricular diastole called late ventricular diastole المرحلة متأخرة من الـ ventricular diastole بينما العضلات مالت ventricles تسترخي الضغط مالت الدم بالventricles راح ينزل هم اكثر بعد من ما هو كان نازل وبالنهايه راح ينزل لنا العدد محدد. هذا العدد محدد من راح يوصل له راح يكون الضغط بالventricles اقل من الاتريا. راح يسبب لنا هذا راح يسبب لنا الانفتاح مالت الاي في فولفز الترايكست والميترال. Eventually it drops below the pressure in the atria. When this occurs, blood flows from the atria into the ventricles, pushing open the tricuspid and mitral valves. فمن راح ينخفض الضغط مالت الventricles تحت الضغط مالت الاتريا راح يفتح لنا الاي في فولفز اللي هن التريكوسبيد والبايكوسبيد او mitral valves. Blood normally flows continually from the great veins into the atria. About 80% of the blood flows directly through the atria into the ventricles. Even before the atria contracts, then the atrial contraction usually causes an additional 20% filling of the ventricles. فالدم هسه هاي اكيد مليتوا من عندها ذكرت يمكن خمس مرات بس يعني هي بارت مهم من المحاضرة. الدم ينزل انسيابيا مجرد بسبب العمل مالت الجاذبية ويترسل لنا 80% من الطاقة الاستيعابية مالت الventricles قبل لا يبدأ الأتريال كونتراكشن أصلاً. والنوبل أتريال كونتراكشن راح يسبب لنا 20 إلى 30% من الفيلينج بس. لذلك الأتريال فانكشن مالتها يسمى primer pumps for the ventricles المضخات الابتدائية للventricles. ورا ما نخلص الفيزز مالت الكارديك سايكل راح نوصل للفيزز مالت الكارديك سايكل من جانب ثاني اللي هي حسب الفوليوم بريشر دايجرام. فورا ما خلصنا من الكارديك سايكل بشكل عام راح ناخذ الكارديك سايكل من خلال الفوليوم بريشر دايجرام. راح تتقسم الكارديك سايكل من خلال الفوليوم بريشر دايجرام الى 4 فيزز. الفور فيزز هن نفسيتهن الفوق بس راح ناخذ هنا تفاصيل الفوليوم. الاول فيز اللي هي period of filling. Period of filling. Phase 1 in the volume pressure diagram begins at ventricular volume of about 50 milliliter and diastolic pressure of 2 to 3 millimeter mercury. فبالفيز الأولى راح يكون هنالك بالventricles كمية دم قليلة اللي هي 50 مليلتر اللي هي موجودة بالventricles كل الأحوال إذا بعد ضخ الدم من الأتريا ما بادي. والدايستوليك pressure راح يكون من 2 إلى 3 مليمتر mercury. The amount of blood that remains in the ventricles after a previous heartbeat is 50 milliliters and is called end systolic volume. فهي هاي ال 50 مللتر موجودة بالقلب وراء ضخمة الدم للأيورتا والبولمونري أرتري ونسميها هي الـ end systolic volume.
As the venous blood flows into the ventricles from the left atrium, the ventricular volume normally increases to about 120 milliliter, called the diastolic volume, an increase of 20 milliliter. فورا ما الدم راح ينضخم من ال left atrium لل left ventricle راح راح ال ventricular volume يرتفع إلى 120 مللتر، راح يكون ارتفاع حوالي 70 مللتر راح ينضخن من الأتريا للventricles. Therefore, the volume pressure diagram during phase 1 extends along the line figure 1 labeled I and from A to B in figure 9-10 with the volume increasing to 120 milliliter and the diastolic pressure rising to about 5 to 7 millimeter mercury. فهنا أنا دا يحكي لنا بس عن الدياغرامز. أنا هسه ورا ما أخلص هنا أنا بالحكي راح أرجع على الدياغرامز وأشرحهن. Phase 2 period of isovolumic contraction. During isovolumic contraction, the volume of ventricles does not change because all valves are closed. فهسه هنا مجرد عادل إن الايزوفوليوم كونتراكشن مثل ما قلت قبل شوية، الايزوفوليوم كونتراكشن راح يكون تقلص العضلات الفنتريكولز بس ما راح يكون أي تغير بحجم الدم الموجود بالفنتريكولز لأن السيميلونر فولز بعد ما مفتوحات، فبالتالي راح يكون بس مجرد سترس على الفنتريكولز والبرشر راح يبدي يرتفع. However, the pressure inside the ventricles increases to equal the pressure in the aorta at pressure value of about 80 millimeter Hg as depicted by point C. فأي ارتفع الضغط بالايزوفوليوم كونتراكشن لحد ما يوصل ل 80 مليمتر Hg اللي هو حيكون اعلى من البريشر مالت الايورتا ويسبب لنا فتح مالت الايورتيك فولف. Phase 3 period of ejection. During ejection, the systolic pressure rises even higher because of still more contraction of the ventricles. At the same time, the volume of ventricles decreases because of the aortic valve has now opened and blood flow out of the ventricles into the aorta. فالسيستوليك pressure راح هنا يرتفع because بسبب التقلص مالت الventricles بالإجكشن. بس بنفس الوقت الكمية مالت الدم راح تنخفض لأن هسه شنو؟ لأن هسه الفولز انفتحت، الأورتيك فولف انفتح، فبالتالي الدم راح يبدي ينضخ، فالكمية مالت الدم راح تقل بس البريشر راح يرتفع بسبب التقلص مالت الفنتريكلز. Therefore in figure 9-10 the curve labeled as 3 as period of ejection traces the change in volume and systolic pressure during this period of ejection. Again now دا يحكي على الدايجرام اللي هسه راح اشرحها ورا ما اخلص. Phase 4, period of isovolumic relaxation. At the end of period of ejection, the aortic valve closes and the ventricular pressure falls back to the diastolic pressure level. بنهاية الضخ مالت الدم الaortic valve راح ينسد مثل ما ذكرت على المخطط مالت الخمس خطوات انه الدم راح ينضخ للأيورتا. بما ان الأيورتا هاي elasticity الدم راح ينطلق على الايورتيك وولز والنوب يضرب الوولز مالت الايورتا ويرجع على الايورتيك فولف ويسده. فمن راح ينسد الايورتيك فولف البريشر مالت الفنتريكلز راح يبدي ينصى لحد ما يوصل للدايستوليك بريشر ليفل اللي هو حيكون حوالي 2 الى 3 مليمتر ميركوري. Thus, the ventricles return to the starting point with about 50 milliliter of blood left in the ventricles at an atrial pressure of 2 to 3 millimeter Hg. مثل ما قلت، ورا ما راح ينسد الأيورتيك فولف راح يرجع الكمية مالت الدم إلى 50 مللتر، والبريشر راح ينزل إلى 2 إلى 3 مللتر Hg. The area subtended by this functional volume pressure diagram, the shaded area labeled as EW, represent the next external work output of the ventricle during its contraction cycle. هنا هم ده يحكي على الدياجرام، راح اشرحها بالدياجرام ان شاء الله راح يكون واضح. بس وصلنا للدياجرامات اللي هن اثنيناتهم متشابهات كلش الواحد الثاني، فراح اشرح اني الدياجرام هذا. واذا ترجعون على 910
الاثنينات المهمات اللي دكتوره قالت. اذا ترجعون على 910 راح تشوفون ان المعلومات متشابهه كلش. فانا راح اشرح الفوليوم بريشر دايجرام هذا وان شاء الله راح توضح الفكره عن الاثنينات. فهذا الدايجرام راح نشوف ان الجو الليفت فنتريكولر فوليوم وهنا الليفت انترا فنتريكولر بريشر الضغط داخل الفنتريكولز الفنتريكول اليسار left ventricle. فنبدي من A اللي هي ال end mitral valve opens. من راح ينفتح ال mitral valve ال end systolic volume. هنا أنا من راح يخلص ال التقلص مالت العضلة مالت ال ventricles. ال volume مالت الدم جقد موجودة بال ventricle راح تكون 50 مليلتر مثل ما عرفنا سميناها ال end systolic volume. فهنا من راح ينفتح الميترال فولف راح تكون هنا البيريد اوف فيلينج راح يبدي ينترس الفنتريكل لحد ما يوصل الى حوالي 120 وينغلق الميترال فولف. ليش ينغلق؟ لان الضغط مالت الدم بالفنتريكل راح يكون اعلى من الضغط مالت الدم بالاتريا. هنا بوينت بي راح يكون الاند دايستوليك فوليوم حوالي 120. فهنا من الميترال فولف كلوزز راح تبدي لنا البيريد اوف ايزوفوليومك كونتراكشن. راح يبدي الضغط هنا يرتفع بس الايورتيك فولف بعد ما مفتوح لحد ما يصل لنا الضغط حوالي 80 مليمتر اجي. راح ينفتح الايورتيك فولف حوالي 80 مليمتر اجي بالليفت فنتريكل بلود راح يبدي ينضخ بالبيريد اوف اجكشن. فالكمية مالت الدم راح تقل والنوب لحد ما توصل لنا للانسيستوليك فوليوم اللي هي حوالي 50 مليلتر. فهنا الايورتيك فولف كلوزز. ها نسيت اقول شغله، الايورتيك فولف من ينفتح راح الكمية مالت الدم راح تقل مثل ما ذكرنا، بس شنو؟ الضغط راح يظل يرتفع. ليش؟ لان العضلة مالت الفنتريكلز متقلصة، فراح الضغط مالت الدم يصعد النوب لحد ما ينزل تحت الضغط مالت الايورتا. راح يسبب ان الايورتيك فولف كلوزز سناب ستريتش حوالي 100 مليلتر اجي مليمتر اجي مليمتر مركوري. فهنا نبدي راح يكون عندنا الفوليوم مالت الدم 50 مليلتر، بس شنو؟ الضغط 100 مليمتر اجي مليمتر مركوري. راح نبدي بالايزوفوليومك ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن. فهنا الكميه مالت الدم ما راح ترتفع او تقل، بس شنو؟ الضغط راح يبدي ينزل لحد ما يوصل بنقطه اي الضغط يكون اقل من الضغط مالت الفنتريكلز راح يكون اقل من الضغط مالت الاتريز. فبالتالي راح ينفتح لنا الميترال فولف وتبدا السايكل من جديد. ومثل ما تشوفون هنا على هذا الدايجرام هم فيز 1 فيز 2 فيز 3 فيز 4 period of filling isovolumic contraction isovolumic relaxation. فمثل متشابهات كلش، هنا الفوليوم هنا البريشر اثنيناتهم متشابهات كلش، فما اعتقد احتاج اشرح هذا، بس اذا تبعون بي شوي راح يكون واضح كلش. فهنا وصلنا للموضوع الثالث والأخير بهاي المنظمة اللي هو المايوكارديال انفراكشن النوبة القلبية. النوبة القلبية شنو هي؟ النوبة القلبية تحصل تماما ورا ما يصير عندنا متلازمة الشريان التاجي الحاد، انسداد بالشريان التاجي. فالجريان مالت الدم راح ينقطع عن الأوعية التاجية ورا هاي النقطة مالت الانسداد، سواء يعني قليل من الدم راح يوصل لهن من الأوعية الجانبية. فال منطقة مالت العضلات اللي راح يوصل لها صفر او ما يقارب الصفر من الجريان مالت الدم راح يكون ما عاد قدرة انه يؤدن الواجبات الاساسية لعضلات القلب، فراح نسميهن infracted muscle tissue. The overall process is called myocardial infraction. فهنا انا ذاكر لنا اياها immediately after an acute coronary occlusion blood flow ceases in the coronary vessels beyond the occlusion except for a small amount of collateral flow from the surrounding vessels. The area of muscle that has zero flow or little flow that it cannot sustain cardiac muscle function is said to be infarcted.
نفس اللي حكيته بالعربي بس مذكور بالانجليزي. هنا راح نوصل لل causes of death after acute coronary occlusion. شنو اسباب الموت وراء متلازمة الشريان التاجي الحاد؟ The most common causes of death after an acute myocardial infarction are the following: decreased cardiac output, انخفاض الجريان مالت الدم من القلب راح يسبب لنا الموت, damming of blood in the pulmonary blood vessels and then death resulting from pulmonary edema. فالدم هنا راح يسبب لنا الانسداد مالت pulmonary blood vessels, الأوعية الدموية الرئوية, وراح يسبب لنا الموت من خلال الوذمة الرئوية. Fibrillation of the heart or rupture of the heart, تمزق بالقلب أو ارتجاف بالقلب. هاي ال causes مالت ال death after acute coronary occlusion. When the heart becomes incapable of contracting with sufficient force to pump enough blood into the peripheral arterial tree, cardiac failure and death of peripheral tissue ensues as the result of peripheral ischemia. من القلب ما راح يكون قادر على التقلص بقوة كافية على مود ضخ كميات من الدم كافية ل الشرايين الجانبية, فراح يسبب لنا فشل بالقلب وموت بالأنسجة الجانبية نتيجة على نتيجة لنقص التروية المحيطية اللي هي الإسكيميا. This condition called coronary shock, cardiogenic shock, cardiac shock or low cardiac output failure. نسمي هاي الحالة بالصدمة التاجية, الصدمة القلبية أو فشل النتاج القلبي المنخفض. هذين كلهن أسماء للحالة نفسها. Cardiac shock almost always occurs when more than 40% of the left ventricle is infarcted, and death occurs in more than 70% of patients once cardiac shock develops. فإذا 40% أو أكثر من left ventricle is infarcted, ما يوصل لهن كمية دم كافية على مود يؤدي واجباتهن, راح يكون هنالك الكارديوك شوك, الصدمة القلبية. الصدمة القلبية تنتج لنا بالموت ل 70% من المرضى اللي يحصل بهم الكارديوك شوك, فهو مرض خطير كلش. As previously mentioned, one of the most common causes of death after myocardial ischemia is fibrillation. So you must keep in your mind the causes that make the heart to fibrillate after myocardial infarction. فمثل ما ذكرنا قبل شوية, من أكثر الأسباب common حصولا تسبب لنا الموت هي المايوكارديال اسكيميا اس فيبريليشن, الارتجاف مالت القلب. فلازم نبقب براسنا انه الاسباب اللي تسبب لنا الفيبريليشن على مود نقدر نمنعها. وهنا أنا راح تخلص المايوكارديال انفراكشن وراح نبدي بالايكوكارديوغرافي اللي هو بسيط كلش, مجرد جزء بسيط من المحاضرة الدكتورة ما أخذت عليه يمكن دقيقتين, يعني كلش بسيطة. Cardiac output can also be estimated by echocardiography, a method that uses ultrasound waves from a transducer placed on the chest wall or passed into the patient esophagus to measure the كمية الإعطاء القلبي الضخمة للدم بالقلب. يمكن إعطاء estimate results له بالإيكوكارديوغرافي. هاي الطريقة تستخدم ultrasound, موجات فوق الصوتية عن طريق transducer موضوع على chest wall أو يخلوه بالإسفاجس مالت البيشنت. من خلاله نقدر نقيس size of the heart chambers, نقدر نقيس الأحجام مالت chambers مالت heart, velocity of blood flowing from the left ventricle into the aorta, السرعة مالت الدم اللي ده تمشي من ال left ventricle للأورتا, stroke volume كمية ضخ الدم بالقبضة الواحدة, الأيورتا cross sectional, والcardiac output is then calculated from the product of the stroke volume and the heart rate. كمية الدم اللي ينضخ من القلب بعدين راح ينحسب من ال product مالت the stroke volume وال heart rate. الheart rate والstroke volume. هذا كل
الموجود عن الإيكوكارديوغرافي. هنا أنا مجرد مراوينا صورة مالت إيكو. هنا أنا موضح لنا الانتراventricular septum. left ventricle, right ventricle, والانتر اتريال سبتم, انتر فنتريكلر سبتم. وهذا كل اللي يتعلق بالإيكوكارديوغرافي. ولهنا نكون خلصت المحاضرة. أعتذر عن كل تقصير بالشرح, هاي أول مرة أحاول أشرح بيها الطالب ثاني, فحاولت أوصل الفكرة بأقصى قدراتي. أتمنى ما سببت أخطاء كبيرة بالشرح, وأعتذر عن أداء الصوت أو أي أصوات خارجية ممكن تسمع بالفيديو, وشكرا لسماعكم.